فوق الخط الأحمر مع مقداد الحميدان. أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. رمضانكم مبارك وإفطار شهي إن شاء الله تعالى. خلوني أرحب وياكم اليوم في هذه الحلقة بعميد كلية الإعلام سابقا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الدليمي. أستاذ دكتور مرحبا بك وحياك الله. بيك. مرحبا. شلونك ويا رمضان؟ والله الحمد لله تمام. الأجواء مختلفة لو أنا نفس الأجواء؟ الحمد لله. بس الازدحامات وكورونا. طبعاً طبعاً. شلونك ويا أزمة كورونا صحيح؟ والله شوف، هو تتذكر احنا تحدثنا بهذا الموضوع قبل سنة، تذكر في رمضان. أول شيء طبعا نقولهم صيامكم مقبول إن شاء الله، والله إن شاء الله عيدوا على العراقيين بالخير وإزالة هذه المحن والهم عن الشعب العراقي. تتذكر أنا قلت في وقتها أنه موضوع الفيروس كوفيد 19 يعني أنا ما أقول بعقلية المؤامرة، ولكن أقول أنه لا نزال نمتلك شكوك يعني بأنه هذا الموضوع يعني مدبر وبمخطط يعني كبير لإعادة إنتاج المشهد يعني العالمي بشكل آخر. وهناك طبعا محاولات يعني عدا موضوع ربح الشركات اللقاح اللي تنتج الأدوية، طبعا هناك ايضا محاوله لتقليل عدد السكان. واتذكر يمكن انا ضربت مثال قلت انه شبه العالم مثل سفينه، وهذه السفينه تستوعب ان تحمل 1000 شخص يعني بكل ما يحتاجوه من مواد غذائيه، مواد صحيه، مواد يعني انسانيه اخرى. وتخيل انه هذه السفينه الان مثلا بها 1,000,000 شخص، يعني من 1,000 صاروا بها 1,000,000، فالسفينة لا تتحمل أكبر من الطاقة الاستيعابية. لذلك يعني طبعا هاي الجهات التي تقرر مصير العالم اللي هي الشركات متعددية الجنسية وهذه العوائل اليهودية اللي مسيطرة، يعني روتشيلد وروكفيلر، فهؤلاء هم الذين يقررون يعني من يبقى على الحياة ومن يغادر الحياة. ولذلك نشوف هذه الأزمات، الصراعات، الحروب، يعني الأوبئة دائما تصيب جسد آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية اللي بيها زخم سكاني كبير جدا. قد يقول البعض طبعا أوروبا أيضا، ولكن أوروبا طبعا يحاولون يعني يضخمون الأعداد، ولكن حقيقة الأعداد التي تتحقق كإصابات في أوروبا هي أقل بكثير مما طبعا يشاع، عدا أنه التضخيم هو من مصلحة الشركات التي تنتج الدواء. خصوصا الآن نعرف أكو شركات بريطانية دخلت على الخط فقالوا أنه الفيروس تطور إلى جيل ثاني، فإذا لازم الشركات البريطانية تبيع تنتج لقاحا بالضبط، وهكذا بالنسبة إلى الشركات الأخرى. يعني هو حقيقة هناك تخطيط عالمي، وللأسف هذا التخطيط العالمي مشترك به يعني حتى بعض الدول الغير غربية يعني مثل الصين. يعني أنا عندي قناعة أن الصين أيضا جزء من هذه المعادلة الآن تصير بالمؤامرة أو المعادلة، يعني خلي شوي نخففها، ما نقول مؤامرة نقول معادلة الموجودة الآن في العالم. ولذلك يعني أنا أتوقع أنه هي موضوع أزمات الصحية، يعني مثل ما بلشت من 2011 موضوع فلاونزا الطيور والخنازير وإلى آخره ستستمر. يعني هذا كوفيد 19، بعدين يجوز يطلعون كوفيد 20. لا هو طلع 20 هسه 21 22، بالضبط. فهذه حتستمر، يعني تستمر، والمجتمعات الإنسانية يعني تقبل أو ما تقبل يجب أن تتعايش مع هذه الظروف الجديدة اليوم صحيح. يوم بعد يوم طبعا راح تكون أكثر شدة وأكثر تأثير مما كانت عليه في السابق. نعم. طيب أنت أخذت اللقاح لولا؟ ليش؟ يعني عمرك الآن لازم، أنت مستحق، راسلتهم راسلوك لولا؟ بصرف النظر يعني أعطيك في مثال بسيط. تخيل اللي أبو أهم شركة الآن تنتج الدواء الأمريكية عملوا مقابلة معاك قبل كم يوم.
طيب. فسألت مقدمة البرنامج هل تناولت اللقاح الذي تنتجه الشركة مالتك؟ فقالها لا، أنا ما محتاج، أنا ما شنو، أنا محامي نفسي. يعني إذا هو أبو الشركة يعترف أنه لم يأخذ اللقاح، تني أنا أخذ اللقاح يعني. ربما أنا ما أعرف يعني، ربما في الفترة القادمة يعني بعد أن تمضي فترة يعني، لأن تعرف أكو بعض الحالات صارت يعني بالنسبة للأعراض الجانبية. يعني أنا شفت بعض الفيديوهات، ليس بالضرورة طبعا إحنا نعمم، ربما بعض الناس يمكن طبيعة جسمهم سوت يعني نوع من الأنتيبايتك، يعني عفوا الأجسام المضادة للقاح، صار عندهم بعض الأعراض. بس بشكل عام يعني أنا أتوقع أنه يعني واحد ينتظر سنة يعني بعد أن يشوف هذول اللي أخذوا اللقاح، تدي أحيانا الأعراض الجانبية مو بالضرورة تطلع بسرعة، يعني بعض الناس يجوز بعد 6 شهور سنة يجوز أكثر. فخلينا ننتظر يعني، وإحنا لحد الآن على قولة هذا أبو الشركة والتاج اللقاح نحافظ على نفسنا، نلبس كمامة ونحاول ما نختلط كثير بين الناس. ليش أشوفك ما مقتنع دكتور؟ شوف أنا بالأساس يعني دائما نفتش على الأسباب حتى تقدر تجد مقتربات للحلول. يعني أنا أشعر أنه يعني هذه الشركات، هذه المؤسسات اللي طبعا دائما تشتغل بعقلية أنه كيف تحقق أعلى نسب من الأرباح، يعني أشعر أنه طالما شيء مصنع، يعني أنا لحد الآن مقتنع أنه هذا الفيروس مصنع، يعني هو ليس فيروس موجود يعني بشكل طبيعي. فلذلك أتوقع أنه هذا الفيروس يعني وجد مثل ما قلت الاحتمال أنه يقللون عدد السكان بالعالم، يعيدون يعني إنتاج المشهد الاقتصادي في العالم، ربما أيضا يحاولون أن يهيمنون على دول. يعني أنا متأكد الآن كثير من دول العالم يتحكمون بها حتى بأعداد المصابين. يعني الآن كثير من الدول في فترة ما كادت هذه الدول أن تصل إلى صفر، يعني فجأة الأرقام بدأت تتصاعد 90,000 و100,000. يعني أشعر أنه أكو شيء يعني تحت الطاولة، تلاحظون هذه لحد الآن لم يعني لم تصبح واضحة بالنسبة للجميع. تلاحظون الناس الآن همهم الوحيد كيف تخلصون من الموت. يعني دائما أنت الموت من تخليه حقيقة تخلي البشر يفكرون طريقة مختلفة تماما. يعني تدري احنا تذكر قلنا في مرة سابقة من الحقائق المطلقة هو الموت. فالإنسان يشوف نفسه راح يتوجه للموت، ممكن أن كل شيء يعمل. لذلك خلينا ننتظر يعني الفترة القادمة، ربما رمضان القادم قد تتجلى. راح يبقى كورونا ويانا رمضان القادم؟ والله أتوقع نعم. أتوقع أن يعني شوية يمكن ربما تخوف. يعني الآن التقديرات والدراسات والعالم ربما تخوف، بس مثل ما حضرتك قلت قبل شوية يجب صرعوننا كوفيد 21-22. يعني هو البريطاني الآن، أنت ذكرت نقطة مهمة أنه البريطاني المتحور عندما انتشر الفيروس في بريطانيا الآن راح يطلعون لقاح لهذا الفيروس. طلعوا الآن يعني بدأت تنتج الشركات البريطانية. فسابقا كانوا يعتمدون على الانتاج الروسي والصيني والأمريكي. هذا بالنسبة للجيل الأول. الآن الجيل الجديد متحور يعني لازم يلجؤون إلى الشركات البريطانية اللي أيضا تربح. يعني ليش هم بعيدين عن سوق الربح مثل البقية الآخرين؟ فيدوا يربحون. نعم طيب جميل، خليني هاي البداية جميلة، لكن ما أعرف دكتور إن شاء الله تقتنع من رمضان الجاي تأخذ اللقاح إن شاء الله. قلت لك بعد يجوز بعد سنة. لا أنا الآن أنا بالعكس، أنا الآن دا أقدم واسطة على مود اللقاح دكتور. ليش لا؟ هو شوف هو مو غلط يعني إيه؟ انت قرارك مو غلط، وانا قراري ايضا مو غلط. مو عرفتني ليش انت شنو التفكير اذا تفكره؟ لا انا شوف بدي احكي لك انا عندي قناعه يعني بشكل مسبق علميا
أنه لا يمكن أن يحدث شيء بدون سيناريو مسبق. يعني لا يوجد الآن شيء بالعالم، يعني العالم الآن قد يبدو عشوائي، قد يبدو يعني فوضى، ولكن الحقيقة هناك أطراف تشتغل على أنه هذه الفوضى تنظمها بطريقة تنتهي بالمحصلة لمصلحتهم. تلاحظون يعني قد يعني نظرية الفوضى اللي وضعت من الستينات قد تبدو يعني أمام الآخرين، أمام المشهد العام، أمام الناس البسطاء، الناس يعني مدركاتهم بسيطة محدودة، قد تبدو العملية أنه شنو يعني فوضى، ولكن الحقيقة هي بالنسبة اللي بديهم الريموت كنترول لا مو فوضى، هي منظمة مرتبة من ناحية الرياضيات، من ناحية تلاحظ شون. يعني أنا عندي قناعة مثلا من أجي أنا هسه مثلا لو هذا أو الشركة زين لو قايل أنا أول واحد لقحت زين أنا أكون رقم 2، بتلاحظ شلون؟ بس تشوف لا المسؤولين كبار، لا يعني الناس المهمين بالعالم اللي حتى أعمارهم كبيرة يعني لحد الآن ما حد عندهم أخذ اللقاح، وإذا صورت أحيانا أنه بعضهم أخذ اللقاح فحقيقة دولة طبعا يعني أكو نوع من شو اسمه من هاي الأوبر السرنجات زين، هاي ما تخليها هنا بالجسم، ما تدخل الجسم طبعا هالشكل، فتبدو وكأنه أنت يعني أخذت اللقاح. وأنا طبعا شفت كثير من الأشياء اللي طبعا صورت دون علم أصحابها، أنه يعني عملية التلقيح كانت عملية يعني مسرحية وليست حقيقية. طيب خليني أبدي وياك بملف الإعلام. قبل ملف الإعلام، آخر رمضان في العراق إمتى كان يا سنة؟ 2002؟ أنا يعني موجود بال 2002 بالضبط. إيه. تمام. أجواء اختلفت عن اليوم؟ لا توجد مقارنة. يعني شلون؟ شوف إحنا مجتمع يعني مجتمع العراقي مجتمع مختلف عن يعني حتى عن المجتمعات العربية الأخرى وعن الإسلامية. فأنت تحس برمضان، يعني أنا ما أتحدث عن الجانب الديني، أتحدث عن الطقوس. أي. رمضان بالعراق يعني تحس أنه شيء يعني إلى نكهة، إلى يعني فد واقع أو وقع على الإنسان، يعني تحس أنه فد بيئة جميلة جدا، الحياة تشوف العلاقات يعني بين الناس رغم أنه جيدة تكون أكثر جودة، أكثر تفاعل، تحس بحقيقة يعني الناس إنسانيتهم، العراقيين طيبتهم تبدأ، يعني هي العراقيين طيبين على مدى الحياة، ولكن في رمضان تشعر هذه الطيبة تبرز بشكل أوضح حتى الناس البسطاء، فتحس أنه أكو لذة، يعني تحس رمضان بيفد طعم. يعني يمكن البيئة مالتك هناك، يعني أهلك وناسك والناس اللي تعرفهم والأقرباء والأصدقاء، تحس أكو قيمة، يعني حتى يعني مو فقط 2002، حتى السنوات اللي قبلها، يعني حتى في الظروف الصعبة، إحنا طبعا كان عندنا حصار، بس الحصار تكاد يعني ما تشعر به في وقت رمضان، لأنه الناس يطلعون ما في بداخلهم، يعني شوف الإنسان العراقي كريم دائما، بس في رمضان يكون أكثر كرم. من ننتهي رمضان مثلا ونجي العيد، شوف الناس يعني تتحرك، حتى الناس البسطاء يحاولون أن يقدمون يعني ما يتيسر لهم للآخرين، للناس المحتاجين أكثر من عندهم. هذه ما تبديها في أي مكان. يعني صحيح مثلا سابقا كان يقال أنه مثلا الطقوس، أنا طبعا ما أتحدث عن دين، الطقوس هاي المعالم، البيئة، الأجواء، مثلا كانوا يقولون في القاهرة جميلة، نعم، بس احنا كان عندنا طقوسنا حقيقية في القاهرة مفتعلة، يعني تحس انه شيء بهرج، بس بالجوهر ما بالعراق لا، اكو جوهر، يعني تحس يعني انسان يتصرف بشجيته بطبيعته، مو مثل ما موجود بالنسبة للمجتمعات الاخرى. ولذلك اقول انه يعني لا يوجد مثل يعني الحياة بالعراق حتى في الظروف الصعبة. يعني احنا عشت الحصار بالعراق، وذولا جونا عبر الجسم مسوي نفسهم مناضلين، والنضال الحقيقي كل مواطن عراقي عاش فترة الحصار المفروض ان ينطوا رواتب مال
13 سنه يطوا ايش يسموها اماتهم الجهاديه ما اعرف ايش. المهم فلازم ينطوها للمواطن اللي كان عايش. بالضبط بالضبط ينطوها للمواطن. ولذلك طيب. انتم المفروض الان طالبون انه اذا اكو انصاف اكو فالمفروض المواطنين اللي عاشوا بالعراق فتره الحصار هم الذين يجب ان يكرموا، مو اللي الناس اللي راحوا يتنعمون يعني في اوروبا ويتنعمون في اماكن اخرى. زين يعني انا في فد هام نقطه هامشيه اقولها، يعني انا مثلا كان عندي محاضرات بال بالسعوديه اي سنه؟ هاي قبل العام الماضي قبل كورونا في الرياض في العاصمه. فالناس اللي ادرسهم حاضر عليهم جوي من كل شو اسمه يعني المحافظات السعوديه بما فيهم هاي رفحه. فحقيقه يعني بالبريك يعني من نوقف شوي ناخذ استراحه جون اثنين حتى اللكنة ماتهم يعني مثل اللكنة ماتنا سويتهم عراقيين يعني يبدو رفحة بالأصل يعني ما أعرف يعني جزء كان جزء من العراق أو يعني قريبة من العراقيين. مهم لأنه اللكنة ماتهم بالضبط مثلنا يعني مثل شون بصرة والمهم فصار حديث جسمه يعني طبعا يحبون العراق ويحبون دولة بالعراق يعني قبل الاحتلال. فأنا حقيقة سألت واحد من عندهم وهو شاعر يعني قلت له أسألك هذول الناس اللي العراقيين كانوا برفحة شو وضعهم؟ قال لي هذول سووا لنا مشكلة كبيرة بالمدينة مالتنا. قلت له شلون؟ قال أهل المدينة طلعوا مظاهرات ضد الدولة السعودية لأنه يفضلون ذولا على المواطنين السعوديين على مواطنين رفحة. قلت له شلون؟ قال لي تخيل دولة من يسوون مثلا فعاليات، قال لي انا بعيني شفت مثلا من كان يسوون هذه مال يلعبون كرة قدم يقول بطح بالهذا شو يسمون الحليب يقول يسوون المخطط مال الارض لان هاي الارض مو هم يسووها بجوص ابيض هم بالحليب يسووها. يقول متنعمين بشكل يعني ما تتخيله يعني عايشين في أو وسط احسن من عندنا مليون مره. فالمهم يعني ذولا يقولون احنا كنا مناظرين برفحه، حقيقه هم كانوا عايشين يعني في وضع بينما العراقيين المساكين زين كانوا يعيشون في حالات صعبه جدا خصوصا هاي الفتره الاولى. يعني اتحدث عن قبل اتفاقيه النفط مقابل الغذاء يعني العراقيين بما فيهم احنا يعني انا مثلا اتذكر احتاجيه الطائرات يعني السياره مالتي كان عندي برازيلي يعني صعوبة يعني حصلت لي على زوجتها اعتقد يمكن كان صيني او شيء تلاحظ شلون؟ احنا كنا صيني من نشتري. فالمهم يعني حتى في هاي الظروف الصعبة المعدن العراقي كان معدن اصيل، معدن يعني تحس رغم حتى وطبعا حتى اجانب اللي خلطوا العراقيين هاي الفترة الماضية شافوا انه العراقي حتى لو عنده ابسط الاشياء من يجي ضيف او يجي احد طبعا يقدمها له بدون يعني مقدمات. نعم طيب يعني حاتم طيب ما يلحق ابدا. هذه شوف هذه 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 هذا طبع وليس تطبع. احنا مجتمع طباعه يعني الطباعه هاي طبعا تعود الى اقدم من يعني 30 40 الف سنه. نعم. يعني مو شغله جديده يعني صعبه. انت مثلا صحيح المجتمع العراقي شويه صار به نوع من التزاوج نوع من يعني دخول بعض ولكن حتى الناس اللي جو من خارج الحدود وتعايشوا اصبحوا جزء من النسيج العراقي الجميل اللي يفتخر بعراقيته يفتخر بانه ينتمي الى هذه الحضاره وهذا البناء العظيم. نعم جميل. دكتور خليني انتقل لك لملف الاعلام. عندنا ظاهره جديده طلعت بالاعلام، هذه الظاهره ربما هو موضوع التواصل الاجتماعي والنشاط لبعض الجهات اللي هي نعتبرها جهات ميليشياويه على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لأفكارها. شلون ممكن نقدر نحارب هذا الفكر وكيف نؤسس أيضا لخطاب وطني؟ هاي نقطة. النقطة الثانية ذول شلون أيضا نقدر إحنا نعالج تواجدهم ونشر أفكارهم؟ على سبيل المثال للحصر مثلا
في فترة ما طلعت عندنا حركة اسمها ربع الله، وهذول بدأوا ينتشرون وبدأوا في على مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون أنهم يريدون يخرجون بتظاهرة ويخرجون للتظاهرة، ربما يهددون حتى أمن الدولة. تفضل. وشوف خلينا نتفق، يعني هذه الظواهر عندما تبرز حقيقة أكو بيئة مساعدة. النظام الذي خطط له الأمريكان في العراق هو أن تكون هناك يعني دولة ضعيفة، هاي الدولة تتقاسمها بالنفوذ أطراف يعني تحمل تلبس اللباس الرسمي، وطرف آخر يعني يلبس الدولة ولكن بشكل غير رسمي. يعني لا هاي بس عيديها المشاهد يفهمها. أي هاي النقطة، يعني اكو دولة اللي هم مثلا هاي الحكومة اي على سبيل المثال ضعيفة، اكو طرف ثاني هو ليس بالدولة ولكن محسوب على الدولة، يعني يستخدم غطاء الدولة اللي هم هسه الميليشيات. تمام. يعني هسه الميليشيات تحت ما يسمى بين قوسين الحشد الشعبي، يعني من تحت شو يقول لك احنا تابعين الدولة، يعني ياخذون فلوس من الدوله وملابس الدوله واسلحه الدوله، زين، ويهينون بالدوله، زين، ولا احد يستطيع ان يحاسبهم. ليش؟ لانه محسوبين على الدوله. انا بتقديري الشخصي هذه الظاهره، يعني اذا ما تعالج اسبابها لا يمكن ان تنتهي، بمعنى انه طالما عندك دوله ضعيفه فهذه الدوله يعني فيها ثغرات، سواء كان بالقوانين بالتشريعات أو في تطبيقه. يعني أنا مثلا قبل ما أجي للاستديو دا أقرأ عن النظام الأمريكي. النظام الأمريكي قانون قوي يعني متراس، وأدوات تنفيذية أقوى، بمعنى أنه أنت من تنطي صلاحيات للجهة التنفيذية ترتقي بمستوى القانون وأحيانا أعلى، يعني الصعوبة أن تجد جهة تخالف القانون. يعني أنا أذكر مرة تندازور ابني بشيكاغو راكبين هذا عندهم شو اسمه القطار ترام طابقين، فشفت واحد، يعني إحنا دخلنا واحد من فوق شاب، هو مجموعة شباب، فما درجية من فوق بحيث إنه أنت من تمشي يعني رجلي تطخ بيك. فاجى هذا الاسود هو شلون يعني الشرطي المسؤول ما اعرف شنو، اي طبعا مسح بيه الارض، زين، وجد توسلوا بيه انه ترك، هو اعتذر وسحب رجليه، ابد قلنا شو اسمه اخذنا الزلمه ما عاد يمكن سوى له. يعني قانون شنو التنفيذ عنده صلاحيات، تلاحظ شلون انت الان في دوله يعني ما تعرف الرئيس منو، زين، يعني احنا امامنا مثلا الكاظمي هو رئيس مجلس الوزراء، زين، تمام، ولكن ما هي الادوات التي تتحكم بالمالكي؟ من هي الاطراف يعني التي تقرر، زين، من هي الاطراف التي تؤثر؟ هذه حقيقه هذه البيئه اذا ما انت تعالجها، زين، في هذه النقطه في هذا المرتكز الاشياء الاخرى كلها ممكن ان تنتهي. يعني انت اذا قضيت على يعني على المركز، يعني هاي النقطة خلينا نسميها المفصلية، هذه إذا هيمنت عليها أنت، سيطرتها، عالجتها من هنا، حقيقة هاي كل الأشياء أخرى ستنتهي. هاي كلها أطراف واهنة، أطراف ضعيفة. موضوع التواصل الاجتماعي حقيقة يعني هي ظاهرة ليست موجودة بس بالعراق، يعني موجودة في كل العالم. وأنا في تقديري الشخصي يعني أقول أنه هذه المواقع يعني حتى وإن كثر الضجيج فيها هي حقيقة لا تؤثر في الواقع، لا تؤثر شيء، لأنه ميزة التواصل الاجتماعي شنو؟ أنك تحاور، تناقش، تؤثر، تتأثر وين؟ في العالم الافتراضي. تمام. تلاحظون؟ تمام. إحنا محتاجين شيء على الأرض. لكن ثورة تشرين مو؟ أحسن. هذه الثورة اللي إحنا يعني انطلقت ايضا من هذا الواقع الذي تسميه لا 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 شوف احكي لك احنا
أكو شيء أساسي وأكو عوامل مساعدة. الشيء الأساسي الإنسان من يحس يشعر مسألتين، الكرامة والحاجة الإنسانية. عند الواعين الكرامة تتقدم على الحاجات. طيب. عند الناس البسطاء الحاجات قد تقودك إذا ما تم توعيتك إلى شنو؟ أن تتحول إلى موضوع الكرامة. طيب. تلاحظ شلون؟ ثورة تشرين بالأساس اللي انطلقت من وعي، صحيح هناك كان حوارات نقاشات بس هذه لا يمكن أن ترتفع بحيث تتحول الإنسان إذا ما هو عنده دافعية بالأصل. يعني حضرتك الآن إذا ما عنده قناعة مسبقة، أنا قد أطور من قناعاتك، ولكن أكو نقطة زين شون الماء عندما يغلي يوصل 100 يتحول إلى درجة الغليان. فهذا الإنسان إذا لم ترتفع عنده يعني أحاسيسه وقناعاته للمستوى الذي يتحول به من مجرد حوارات ونقاشات يكتب إلى واقع على الأرض. إحنا الآن محتاجين واقع على الأرض، ما محتاجين أنه فقط نتحاور وتناقش وهذا يسب وذاك يشتم وهذا ما شو. أنا عندي صديق هم دكتوراه، سيشوف الشسمة حلقة يقول دي يحكي عليه، يتصل بي أحيانا، هو يعني خارج الأردن في عمان، حتى يعرفوا هذا يحكي عليه في عمان يوميا ماكو يخابرني، يقول لي اليوم دمرتهم ما شون. أقول له منو؟ يقول لي ضال فلان وفلان فلان. قلت له شون دمرتهم؟ يقول لي هاي بالفيسبوك حكيت على شو اسمه هيك رزلتهم. قلت له بعدين؟ قال رحت نمت غير. شوف هذه حقيقة. طيب احنا محتاجين الآن محتاجين انه احنا هذه الحقيقة الثورة العظيمة التي بدأت وللأسف يعني استطاعوا ان يلتفوا عليها، استطاعوا ان يحدوا منها، استطاعوا ان يغيروا بعض المسارات. طبعا انت مثل ما تشتغل اطراف اخرى قاعد تشتغل، فانا قصدي هذه اذا ما يعني نظمت بطريقة صحيحة ورتبت ادواتها، خصوصا يعني انت الان المحسوبين على ثورة تشرين المفروض عندهم ادواتهم بما فيها موضوع التواصل الاجتماعي. يعني شلون مو اني هاجمك وتهاجمني، لا، ذول الناس اللي محتاجين ان نعيد انتاج قناعاتهم بما يحدث في العراق. يعني مثلا انا لحد الان اشوف ناس مثلا طلاب كليات يعني لحد الان قناعاتهم يعني تصوراتهم مواقفهم لا تزال دون المستوى المطلوب. يعني رغم انه المفروض طبعا انا يعني الان ما اقدر ابني على يعني التعليم بالعراق اقول انه هذا ممكن مثل ما كان بالسابق. احنا لحد 2003 كنا نخرج ناس يمتلكون قدر من الوعي، قدر من النضج. يعني يطلع الطالب يعني مليان بالوعي، مليان بالفكر، مليان بالمواقف الصحيحه، نظره الاشياء تكون نظره الى حد ما ممتازه. الان للاسف يعني التعليم لا تستطيع ان تبني عليه، لانه التعليم ده ينبني على اكاذيب، ده ينبني على فعل ورد. طيب فعل. لكن دكتور نعم. انت الان الم تشكل ثوره تشرين منعطفا تاريخيا مهما في التاريخ العراقي الحديث بعد 2003؟ شوف انت وتغير ربما هذه القناعات اللي عندك عن التعليم، يعني خصوصا عشان عندنا الطلاب طلعوا في تظاهرات. هو هنا انا هذا اللي اقصده. شوف انت على شنو تبني؟ شوف دائما اغلب الثورات بالعالم لو تجي اللي يقودوها منه هم الناس الواعين، خصوصا يعني الطلاب، الفئات المثقفه بالمجتمع اللي هم نتاج للتعليم الجيد، او خلينا نقول قسم منهم نتاج التعليم الجيد. هذول المخ، العقل اللي يحرك الجماهير، يحرك الناس. تلاحظ شلون؟ يعني انت من الصعوبه، انا ما اقول مستحيل، من الصعوبه ان تجد مثلا شخص مفكر وهو تعليمه محدود. تلاحظ شلون؟ قد يكون عند هذا الشخص نتيجه تجربته بالحياه قناعات قويه، مواقف قويه، ولكن انت من تجي تفكر في تخطط يعني لمثلا استمرار الثوره، لتاكيد فعاليه الثوره،
تأثير الثورة تحتاج ناس عندهم يعني رؤى مستقبلية، وذول موجودين كثيرين. ولكن أنا يعني الحقيقة اللي شفته خلال هاي المرحلة، خصوصا يعني هاي السنة الأخيرة، خلينا نقول من الشهر العاشر لحد الآن، الطرف الآخر اللي هو الدولة، النظام الملالي في إيران، حقيقة قدروا أن يعني يفتحون. شلون ستة من تيجي عندك المي قوي جدا، شو تسوي حتى تخلص من القوة مالته، الضعف التأثير مالته على مناطق أخرى، تفتح له شنو يعني ثغرات يمينا وشمالا. أنا اللي شفته هاي الفترة الماضية يعني من تشرين ولحد الآن، فتحت ثغرات، من ضمن هاي الثغرات الخطيرة هو موضوع العملية الانتخابية. شوف نسبة كبيرة، ما أقدر أقول يعني كبيرة، يعني نسبة جيدة من اللي كانوا مهمين بالعملية بالثورة بدأوا يعني يروحون يمينا وشمالا. هذه قلت يعني من حدة وتأثير استمرارية الثورة. شوف أنت الآن إذا تريد زعزع هذا النظام، فالزعزع باستمرار هذه الاحتجاجات وهذه المظاهرات وهذه الثورة، هذه الوحيدة تستطيع أن تزعزع لك النظام، وحتى تجبره أن يتخذ بعض القرارات حتى وإن كان لم يقتنع بها. يعني حتى إذا ما مقتنعين بقرارات معينة ينجرون يتخذوها. شوف هسه مثلا من صارت يعني الثورة استمرارها على عادل عبد المهدي، مثلا صار تغيير، تلاحظون صحيح التغيير يعني ليس كما يعني نرجوه أو نتمناه، ولكن صار تغيير. هذا أنت من تبني عليه أن تستمر بهذه العملية بس بطريقة منظمة، مو فعل ورد فعل. يعني مثلا هسه أنت من تجي تقول أنا حظهر في يوم كذا، أنت خلي في بالك الطرف الثاني هم راح يخطط لك، مثل ما أنت يعني تحاول أن تخلق شيء، الطرف الثاني يحاول أن يقلل من فرصة قوة الفاعلية مالتك. لذلك أنا أقول أنه هاي الثورة العظيمة تحتاج إلى يعني تنظيم حقيقي، تحتاج طيب. إلى رؤية فكرية، إلى تصورات بالمستوى المطلوب. ما يخططون يعني على أساس الفعل ولا فعل، إنه شون يديمون زخم هذه الثورة بحيث يعني تصل إلى تحقيق غاياتها حتى وإن يعني مسافات قد تكون أبعد. يعني بالمناسبة يعني البعض يعول على الولايات المتحدة الأمريكية، وأكيد أنت هذا في بالك السؤال، يعولون على الولايات المتحدة الأمريكية في أنه يعني ربما يعني تضطر إلى اتخاذ بعض القرارات وخطوات لتغيير واقع في الحال. أقول وأنا شبه متأكد، يعني متأكد 98%، الولايات المتحدة الأمريكية كدولة كإدارة حقيقة لم يعد العراق واهتماماتها بالدرجة الأولى، يعني تراجع لسبب. الولايات المتحدة الأمريكية الآن عندها قضيتين مفصلية جدا بالنسبة لهم. قضية الأولى هو الوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني خلي معلومة لكم كالمواطنين المشاهدين الكرام، بايدن لحد الآن يعني يكاد لا يصل للبيت الأبيض إلا قليلا جدا، يعني لأنه وضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية وضع مهزوز، لأن لحد الآن تداعيات موضوع يعني تسليم السلطة تزوير يعني هذا حقيقة. وأظن يعني مو ترامب، إنما الناس الذين دولة العميقة بالضبط، يعني إذا تشتغل، وهذا طبعا ما أخذ في التحيز يعني خلنا نقول كبير جدا، يعني ربما 50-60% من اهتمامات الإدارة إدارة بايدن. النقطة طيب. الثانية نعم. الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني على مستوى السياسة الخارجية لديها بعبع اسمه الصين، لديها مشاكل يعني في موضوع روسيا، يعني روسيا أيضا أحيانا تدفع الصين في خطوات وتقف وراها ولكن تستفيد، فأكو مشاكل حقيقة. لذلك الملف العراقي، وهذا اللي يشتغلون على التغيير، الملف العراقي الآن بيد بريطانيا،
وبريطانيا مثل ما يقولون حبالها طويلة لديها رؤى زين. طيب. ولذلك البريطانيين الآن يطالبون من العراقيين الذين يعملون ضد هذا النظام الفاسد أنهم يتوحدوا ويوحدوا جهودهم، لربما تكون لهم حصة في موضوع التغيير. يعني أكو تغيير قادم يعني مرتقب؟ لا شوف، أنا بالنسبة لي أشبه الوضع بالعراق، يعني من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية وإلى حد ما وجهة نظر يعني بريطانيا أكثر اهتمام. بريطانيا معروفة يعني تشتغل على يعني آلاف السنين، ما أقول مئات، يعني عندهم عقلية استراتيجية مو مثل الأمريكان، على أكثر مو كلية، على أكثر يشتغلون يعني على الربح السريع، عندي عقلية تجارية، دول لا سياسيين. صح. المهم احنا يعني العراق وغيره يعني سوريا يعني بالنسبة لهم مثل حظيرة، يعني مزرعة ومسيجيها وبيها الذئاب وبيها الحملان بيها الخرفان، يعني اذا تلاحظ شلون شي يصير الخسائر من الناس الموجودين داخل هذه المزرعة، يعني ماذا يحدث من نتائج سلبية، المشاكل دائما يعني هذول الناس هم يتأذون. يعني احنا مثلا يصير حوادث، لا بريطاني ينقتل ولا الامريكاني ينقتل ولا من جنسيات اخرى، دائما العراق المسكين خصوصا الناس المستضعفين. طيب زين، هم اللي يخسرون. فلذلك حقيقة هم ليسوا مستعجلين، يعني خلين ما كل الامور براحتها، يعني شلون انت مثلا شي يصير انت بمصلحتك، يعني هسه مثلا بالعراق ماذا يحدث، يعني هو في مصلحة. ربما هسه واحد يسأل سؤال، طيب وبالنسبة للنظام في إيران؟ النظام في إيران يعني نظام أمامه فرصة يستغلها. يعني العراق كان دولة، صفعة إيران صفعة قوية، ما أقصد إيران الشعب أو الشعوب، أقصد النظام في موضوع الحرب 8 سنوات زين، وطوقناهم وكسرنا جناحهم. هذا طبعا لا يمكن ان يعني ينسوه، والفرس تحديدا، فرس يعني مو كل ايراني، فرس حقيقه الى يعني وجهت له صفعه لا ينساها بعد 1000 سنه. تلاحظون يعني تبقى هذه المساله تدور في ذهنه ويخطط الى شلون يرتفع. فكيف واحنا طبعا مره يعني مثل ما قالها خميني جرعناهم السم، فما ينسوه. لذلك الان فرصه بالنسبه لهم أن يتوسعوا، طبعا توسع مالهم توسع محسوب، يعني بالنسبة لبريطانيا وأمريكا يعني خلينهم حدود تطلع، هم لحد طيب. الآن ما وصلوا الخطوط طيب. الحمراء. طيب دكتور خلينا بس عندي نقطة مهمة في تشرين خلي أسألك عليها، دخول تيار تشرين إلى الانتخابات القادمة برأيك ممكن أيضا أن يحدث تغيير؟ هذا تغيير بدوافع خارجية بدعم خارجي ما يصير، إذا مو تغيير من الداخل عبر صناديق الاقتراع هذا كذا يقول البعض هو الأهم، شنو رأيك؟ لا أنا حقيقة رأيي يعني قلت لك هم دا يشتغلون على موضوع هذا التغيير الناعم، يعني خلينا نسميه تغيير السلحفات. احنا محتاجين تغيير ارنب يعني سريع. على اي حال الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا والدول الاخرى حتى بالنسبه للكيان الصهيوني يعني ليسوا مهتمين كثيرا في مشاكلنا، لمشاكلنا تبقى مشاكلنا. لذلك التغيير عبر الصناديق الاقتراع يعني لحد الان لحد هذه اللحظه لا اعتقد ان ثمة تغيير سيحدث في ظل هاي الأوضاع، بمعنى أنه القوى التي يعني أصبح لها خبرة وأصبح لها إمكانيات مادية وتعرف المال السياسي يعني يستطيعون وسلطة الدين، مع الأسف يعني الدين الذي يستغل يعني سياسيا، يعني أنت تجيب قال المرجع الفلاني وقال المرجع الفلاني، هاي تأكل تشرب حتى عند بعض الناس، يعني بعض الناس يعرف انه فلان حرامي فلان زاني فلان قاتل زين، بس من تقول له
المرجع الديني يقول كذا. طبعا لحد هاللحظة نعم صارت هناك يعني عملية تطور حقيقة جيدة، ولكن ليس بالمستوى الذي نستطيع أن نبني عليه. لذلك أنا يعني لا أتوقع أنه دخول اللهم إلا في حالة واحدة، إذا اجتمعوا كلهم على يعني تحت عنوان واحد، عنوان واحد بشكل منظم، ويشتغلون على كل ساحة العراق من الشمال، من أربيل السليمانية والموصل نزولا إلى البصرة، إذا اشتغلوا بهذا العنوان أظن يعني تغيير قوي سيحدث في مجلس النواب، أنا أسمي مجلس الدواب، زين سيحدث تغيير، وأتوقع يحصلون يعني بحدود 40-45% يكون يعني يشكلون أغلبية. أما في ظل يعني هذا اللي قلت لك عليه، هاي المقتربات، النهر القوي من الجولة، مسارات يمين يفتحوا له مسارات يمين شمال، هذه حقيقة المقتربات ستضعف من قوة ثوار تشرين، وما يحصلون شيء. يعني تعرف هاي هذول نظموا الأمورهم بطريقة، يعني مثلا هسه شوف 250-260 تشكيل سياسي أغلبهم تابعين لنفس القوى، يعني دولة القانون وجماعة النصر وجماعة هذا شو اسمه عمار حكيم وجماعة مقتدى الصدر، هذول شكلوا أحزاب وتيارات، وقسم منهم ضموا ناس محسوبين على تشرين في هذه التشكيلات. فلذلك في ظل هذا الوضع لا نستطيع أن يعني نقول أن ثمة تغيير سيحدث، يعني راح تبقى نفس يعني السيطرة والهيمنة. طيب نفس القوى. جميل. اليوم احنا كثرت عندنا وسائل الإعلام، ما يقرب عندنا 60-65 وسيلة إعلام في العراق. قصدك إذاعة تلفزيون؟ تلفزيون طبعا، غير الصحف وغيرها وغيرها والمواقع الإلكترونية. شلون نقدر احنا نحارب الإعلام الميليشياوي، وكيف نؤسس ايضا لإعلام وطني؟ هاي النقطة جاوبني، عندنا 5 دقائق. شوف اولا دائما الحقيقة عندما تستخدم بطريقة ذكية هي افضل سلاح ممكن يعين اي طرف او اي جهة او اي شعب في العالم على ان يحصل او على اقل تقدير يوضح يعني وجهة نظره الى الناس. الجيوش الإلكترونية القذرة اللي طبعا تمتلكها هذه القوى المهيمنة الآن على المشهد العراقي، طبعا ده تشتغل بطريقة أستطيع أن أقول طريقة علمية، فأنت بالمقابل يعني يجب أن تشتغل بطريقة علمية، بمعنى طيب. أنه أنت هم ده يستخدمون الدعاية، والدعاية دائما الآن تركيز على يعني مسألة أساسية، يستغلون موضوع الدين، موضوع الطائفة، الدعاية والتحريض أيضا. هو أنت بالدعاية شنو الدعاية؟ إحنا شوف عندنا مصطلحات، عندنا إعلام، عندنا دعاية، وعندنا إعلان. من تجي بالدعاية تستخدم أساليب مختلفة، ممكن تستخدم مثلا الشائعات، مستخدم التضليل، تلاحظ شلون؟ يعني هذه كلها أسلحة من تستخدمها بطريقة علمية تستطيع أن تحقق نتائج كبيرة. بالمقابل أنت حتى تواجه هذه التحريض والتحريف والشائعات لازم عندك أداة، شنو تستخدم الإعلام بطريقة علمية، اللي هو شون أنه دائما الحقيقة، تلاحظون. يعني أنا من أجي أقول حشاك على أبو فيصل كذا وكذا وكذا، أبو فيصل ما يجي يطلع يسبيه ويشتميه، لا شي يسوي، لازم طلع الحقيقة. الحقيقة هذه حتحقق نقطتين، اولا حتقوي من وجود مقداد، واثنين شو تسوي؟ تطلع الطرف الثاني شنو كذاب، بعد ما حيصدق به. فانت هنا لازم تستخدم يعني اساليب علميه مخططه، مو الفعل ورد الفعل. هسه اللي دا يصير دا اشوفه انا يعني من خلال متابعتي هو فعل ورد فعل. انت دا تيجي تشتغل يعني لا بأس، أنا واحد من الناس مستعد إنه أي جهة أي طرف يريد إحنا نساعدهم، زين نشتغلون بطريقة علمية، طريقة ممنهجة،
أهداف واضحة، أساليب صحيحة، يعني أدوات نستخدمها بطريقة يعني ممتازة. حقيقة حتى وإن عددنا قليل ممكن أن نحقق نتائج كبيرة جدا ضد الطرف الآخر، اللي كل شغلة حقيقة يعتمد على موضوع التضليل والتضخيم، يعني الإسقاط، تلاحظ شلون؟ فأنت بالمقابل يعني أيضا تشتغل بأساليب بحيث أنه هذه وإن كثر عددها، الآن من السقطة 2-3 يسوي لك 4-5، تلاحظ شلون؟ عندهم إمكانيات يعني مادية. يعني أحد أصحاب الشركات العملاقة قالوا له تفلس ويصير عندك يعني نعطيك مثلا ألف دولار، شو تسوي بها؟ قال لهم 900 أصرفها على الدعاية و100 أصرفها على الشغل مادي. يعني أنت فالدعاية الآن سلاح خطير يعني على مستوى العالم كله، ولذلك أنت حتى تواجه هذه العصابات لازم حتى ولو عدد قليل، يعني المؤسسات تمتلكها قليلة، ولكن إذا اشتغلوا بطريقة علمية ممكن أن أول شيء يستقطبون اهتمامات الناس وبالمقابل. طيب. أيضا طيب يقول لك قبل 2003 أيضا كان عندنا إذاعة تلفزيون، لكن عندنا كان قناتين، لكن أيضا كان النظام شمولي وكان القناتين فقط تمجد بالقائد الأوحد. لا شوف أحكي لك، يعني لا توجد دولة بالعالم يعني تصرف يعني ميزانيات على الإذاعة والتلفزيون دون أن نسخرها. لا يوجد نظام بالعالم. هسه إذا يجي واحد هسه خليه يقعد هنا، واحد إقبالي يقول لي لا أنت كلامك مو صحيح، أكو الدولة فلانية، أتحدى كل الدول. يعني حضرتك الآن من تشتغل مثلا في قناة سامراء، يعني هسه تشيل سيفك على قناة، مستحيل. يعني حتى إذا عندك وجهة نظر، عندك رأي، تمرر بطريقة لا تخدش، لا تؤثر على الجهة التي تدفع. كل العالم الآن كل العالم الوسائل اتصال، يعني قنوات تلفزيونية كلها مدفوعة الثمن، بمعنى أن هناك أطراف هي التي تمول. الآن ستأخذ هذه الشبكات كبيرة، CNN، فوكس، ليش هذه يعني تصور هم يعني أكون ناس من جيبهم؟ لا، أكو مؤسسات، خصوصا موضوع الإعلانات. الآن لا أحد يعطيك إعلانات إلا وشنو تفيده. يعني أنا هسه مثلا من أجي خلي إعلاناتي في قناة سامراء لوجه الله تعالى؟ لا طبعا. لذلك الآن حقيقة الإعلام، شوف الإعلام والدعاية والإعلان هو سلع تباع وتشترى، فالذكي هو كيف يستطيع أن يوظف هذه يعني العلوم الخطيرة لتحقيق أهدافه وغاياته. لذلك شوف بس الغرب يعني يصرفون على الدعاية، يصرفون على الإعلانات، يصرفون حتى على الإعلام وإن هو حجمه قليل، ولكن ينفقون عليه مبالغ كبيرة. ليش؟ لأن النتائج التي تتحقق على استخدامه وتوظيفه نتائج خطيرة جدا. يعني هسه أنت الولايات المتحدة الأمريكية شوف ايش قد تنفق على الدعاية وعلى الإعلان وعلى، يعني أنا أتذكر بال 64 فقط على كم كلمة ألطف وأجمل ما شنو أنفقوا 12 مليار. يعني شوف بس شنو 12 مليار قد جابت لهم ذاك الوقت؟ جابت لهم يمكن 120 مليار. تلاحظ شلون؟ نفس الشيء الآن. الآن بدل ما أنت تجيب طائرات وتقصف وصواريخ وما شنو، ها، وتسود وجه الدولة مالتك، الآن بالدعاية تستطيع. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، العالم كله رغم هاي الجرائم والسوداوية في سلوك الولايات المتحدة الأمريكية وعدوانها على دول العالم ومن ضمنهم طبعا العراق، الآن العالم كله الشعوب العالم يقول لك أتمنى أن أصير أمريكي، أتمنى أروح لأمريكا. مو بيش دعاية، تلاحظون؟ لذلك هذه طبعا أسلحة لو استخدمت بطريقة علمية ومنهجة تستطيع أن تحقق نتائج كبيرة. شكرا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الدليمي، عميد كلية الإعلام سابقا. لقاء ممتع جدا، انتهى الوقت سريعا. شكرا جزيلا لك، رمضانك مبارك. شكرا، الله يحفظك. شكرا لك. وأنتم أحبتي شكرا لكم على حسن المتابعة. باسمكم أشكر ضيفي الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الدليمي، وأنتم نراكم غدا. ها هو مقتدى الحميدة، نترككم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله. شكرا.